النشرة الاقتصادية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية العام بحوالي 300 مليون دولار، وأضاف أنه ورغم مؤشرات إيجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط توني بلير، فإن معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% إلى 4.5% نهاية العام الجاري. تراجعت إسرائيل من ترتيب الدول العشر الأوائل في أسواق العقارات العالمية من الترتيب التاسع في الربع الأول من العام الجاري، منزلقة إلى المركز الرابع عشر مع نهاية الربع الثاني لذات العام، وفقاً لدراسة أعدها دليل ملكية العقارات في العالم. أما دبي فشهدت أسعار العقار فيها ارتفاعاً بلغ 17% مقارنة مع الربع الأول. حذر اقتصاديون بالأمم المتحدة من خطورة الوضع الاقتصادي في مصر، واصفين إياه بالسيء وأنه يمر بأزمات شديدة. وأشار عدد من الاقتصاديين أمس على هامش إطلاق التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة إن للجانب السياسي في مصر تأثير كبير على الوضع الاقتصادي، منبهين إلى خطورة استمرار الوضع السياسي على هذا النحو. قالت منظمة أوكسفام الدولية إن عدد الفقراء في أوروبا قد يزيد بمقدار 25 مليون بحلول عام 2025 في حال استمرت الحكومات في تنفيذ سياسات التقشف. وأضافت في تقرير أن العدد الإجمالي للفقراء في القارة العجوز قد يصل إلى 146 مليون، أي ربع عدد السكان بالمقارنة مع 121 مليون في العام 2011. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل.